أهلا بكم في السلطة الرابعة، والذي نستعرض فيها دوما أبرز ما تداولته الصحف المحلية والعالمية والمواقع الإخبارية. إلى العناوين: موقع سبتمبر نت يكشف عن قيادات في الميليشيا تمارس التعذيب الوحشي بحق المختطفين المدنيين. المصدر أونلاين يكتب على خطى النازيين: الميليشيات الحوثية تصادر مكتبة في حجة وتحرق جميع محتوياتها. وموقع الجزيرة نت تساءل: حكومة المناصفة باليمن هدنة مؤقتة بين الشمال والجنوب أم خطوة لترميم معسكر الشرعية؟ البداية في صنعاء، حيث يشكو حوثيو صنعاء من معركة خفية يقودها جناح صعدة ضدهم بسبب رفضهم لطريقة إدارة صعدة للمناطق الخاضعة لسيطرتهم وتحميلهم مسؤولية تفاقم السخط الشعبي والفشل في تقديم أي نموذج ناجح، وعجزهم عن كسر العزلة الدولية التي تعيشها، لأنهم كما يقولون ليسوا رجال دولة. إذن حول ذلك، فقد تناول موقع الثورة نت تقريرا قال فيه إن الميليشيا الحوثية الانقلابية أعلنت السبت الماضي عن تعيين وزير جديد للمياه والبيئة في حكومتها الانقلابية، سبق وأن طلبت هيئة مكافحة الفساد التابعة لها إيقافه بتهمة الفساد، وهو وسبعة آخرون بينهم الوزير الذي عين بديلا عنه. ذكر الموقع أن الميليشيا الحوثية كانت قد أقدمت على إقالة نبيل الوزير الشهر الماضي بعد حملة واسعة شنها جناح صعدة داخل الميليشيا، قادها صحفي حوثي يدعى أسامة ساري بدعم من القيادي الحوثي أحمد حامد الذي يشغل منصب مدير مكتب مهدي المشاط في إطار المعركة الخفية والتي يقودها جناح صعدة ضد جناح صنعاء داخل الحركة الحوثية. مختطفون مدنيون مفرج عنهم كشفوا عن تعذيب قيادات في الميليشيا الحوثية لموقع سبتمبر نت أن هذه القيادات الإجرامية تحرص على الظهور في وسائل الإعلام المختلفة كحمائم سلام، إلا أنهم لا يمثلون سوى الوحشية والإجرام والفظاظة والغلظة والقساوة. بين الموقع في تقريره أن ما يسمى برئيس لجنة أسر الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعو عبد القادر المرتضى هو أولهم، ويكنى بأبو هلال، له صولات وجولات في التعذيب النفسي والجسدي للمختطفين المدنيين، كما وثقت شهاداتهم أو وثقت ويقولون كذلك. المرتضى يبدو في الإعلام كحمامة سلام وحمل وديع فيما أظهر الحقد والغل والوحشية والإجرام معنا في السجون السرية. يقول أحد المختطفين بأنه تم تعذيبهم في إحدى الجلسات من قبل ملثمين، وكان منهم نائب المرتضى في لجنة الأسرى: عذبنا ضربا بالهراوات وآلات حديدية فضلا عن اللطم والركل. حينها قلت لنائب المرتضى سأعترف، فطلب من السجانين إخراجي من الزنزانة إليه في صالة المعتقل، مشيرا بأنه تفاجأ بوجود عبد القادر المرتضى خلف الباب. في موقع العاصمة أونلاين أكدت رابطة أمهات المختطفين مطالبتها بالإسراع بإنقاذ عشرات المختطفين المصابين بأمراض مختلفة من إرهاب وسجون الميليشيا الحوثية في صنعاء. قالت كذلك الرابطة في وقفة احتجاجية لها أمام مكتب الصليب الأحمر إن المختطفين المرضى يزداد وضعهم سوءا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز اللا إنسانية التي يعيشونها داخل السجن. أضافت: ما يقارب 50 مختطفاً من أبنائها بسجن الأمن السياسي يعانون من أمراض شديدة ومختلفة تصل منها إلى الجلطات وأمراض الصرع والإصابات الشديدة في العمود الفقري وأمراض القلب والكلى، إضافة إلى البواسير والجيوب الأنفية والعيون. وطالبت الرابطة بسرعة تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمختطفين المرضى والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، محملة جماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وسلامتهم.
وضمن انتهاكات الميليشيا الحوثية، نشر موقع المصدر أونلاين تقريراً قال فيه إن الميليشيا الحوثية في حجة صادرت مكتبة دينية وأحرقت جميع ما فيها من الكتب في جريمة أثارت موجة من الاستياء، وشبهها نشطاء بأفعال النازيين في ألمانيا في ثلاثينات القرن الماضي. إذن قالت مصادر محلية للموقع إن عناصر حوثية داهمت خلال الأيام الماضية مسجد السنة في مدينة حجة قبل أن تقوم بمصادرة المكتبة التابعة له وتحرق جميع محتوياتها. أوضح الموقع في تقريره أن المكتبة التي تم إتلافها وفقا للمصادر كان يديرها الدكتور يحيى الأسدي، أحد المشايخ المحسوبين على التيار السلفي في المحافظة، وكانت تحتوي على العديد من الكتب الدينية في التفسير والحديث والفقه وأيضا مختلف المجالات الفكرية والثقافية. اعتبر النشطاء على ما أقدمت عليه الميليشيا جريمة وعداء حقيقي للكتب الدينية وللعلم والمتعلمين، وشبه الصحفي همدان العلي ما أقدمت عليه الميليشيا بأفعال النازيين في ألمانيا، وقال هولوكوست الكتب في اليمن في مايو عام 1933 أحرقت النازية آلاف الكتب أمام أعين السكان بذريعة التصدي للروح غير الألمانية. حينها وصفت صحف العالم هذه الجريمة بهولوكوست الكتب. في شأن آخر، حيث أعد موقع الجزيرة نت تقريرا قال في بدايته يثور في اليمن جدل واسع بشأن مدى جدوى قرار الرئيس اليمني عبدالرب منصور هادي بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وبمشاركة المكونات السياسية الفاعلة. اعتبر كذلك المحلل السياسي نبيل البكيري قرار تشكيل الحكومة خطوة سعودية محضة لا تعني قطعاً حلحلة الأزمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، بقدر ما تعني إثبات حضور السعودية في لملمة المشهد على حساب كثير من القضايا التي يفترض حلحلتها قبل الحديث عن تشكيل الحكومة. خلافاً أيضاً لهذا الطرح، يرى رئيس تحرير موقع البعد الرابع ماجد الشعيبي أن هذه الحكومة تمثل نقلة نوعية في مسار الأزمة اليمنية، لأنها تعيد ترميم بنية الشرعية بعد الذي أصابها من إقصاء وعجز. ويضيف الشعيبي أن طريق الحكومة لن يكون مفروشا بالورد، متوقعا الكثير من الصعوبات في استكمال الملف الأمني لاتفاق الرياض، لكنه يستبعد حدوث أي متغير جديد يؤدي إلى انهيار التسوية حتى لو كان مسار تقدم الحكومة بطيئا حسب قوله. وفي سياق تشكيل الحكومة الجديدة كذلك، قالت صحيفة البيان إن تشكيل الحكومة اليمنية يشكل أيضاً بوابة عبور لإنهاء أعوام من المآسي التي سببتها الحرب والتي أشعلتها الميليشيا الحوثية الإيرانية، حيث استقبل الشارع اليمني تشكيل هذه الحكومة بارتياح كبير، وبدأت الاستعدادات لاستقبالها خلال أيام في العاصمة المؤقتة عدن للبدء بصفحة جديدة من العمل. بيّنت أيضاً الصحيفة في تقريرها أن حكومة الكفاءات تواجه تحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية والخدمية وفي الجوانب الأمنية والعسكرية، فإنها أيضا تحمل على عاتقها مسؤولية قيادة العملية السياسية والوصول إلى حل سياسي شامل مع الميليشيا الحوثية التي تصر على استمرار معاناة ملايين اليمنيين من خلال رفضها كل الاقتراحات من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام. يرى مراقبون أن الترحيب المحلي والإقليمي والدولي بتشكيل هذه الحكومة وأيضا الدعم الذي تحظى به من قيادة التحالف والمؤسسات الدولية يجعل الرهان كبير على أن تتجاوز المماحكات والقضايا الصغيرة وأن تعمل بروح الفريق الواحد من أجل إخراج هذا البلد من محنته التي سببها الانقلاب، وأن نواجه أيضا بمسؤولية الفساد والمحسوبية، وتتجاوز كذلك السلبيات الكثيرة التي علقت بعمل الحكومات السابقة.
بدورهم شدد ثلاثة وزراء من أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط على أهمية تكامل العمل الحكومي وعلى تهيئة الأجواء لنجاح وزاراتهم وبقية الوزارات في ضوء مواجهات العمل المعلنة للحكومة على الأصعدة الأمنية والخدمية وكذا الصحية. أوضح على سبيل المثال وزير الأشغال العامة المهندس مانع بن يمين أنه يأمل أن يكون بكل تأكيد عند مستوى الثقة التي منحت له من قبل القيادة السياسية، مشيرا إلى جملة من التحديات التي تواجه وزارته وملامح خطته للتغلب عليها. من جهته تحدث وزير الصحة في الحكومة الجديدة الدكتور قاسم محمد بحيبح عن أهم شواغل وزارته في المرحلة المقبلة وأولوياتها، وقال للشرق الأوسط: أولوياتنا كثيرة، ومنها تحسين العمل المؤسسي بالوزارة وقطاعاتها والعمل على تأهيل وتدريب الكادر الطبي بشكل مستمر وحديث، وتعزيز القطاع الصحي وكوادره بالحقوق والإمكانيات التي تعينه على أداء واجبه نحو المريض، وخصوصا في ظل تفشي الأمراض السارية والمعدية المتعددة التي تشكل عبئا كبيرا على القطاع الصحي. بدوره شدد وزير التجارة والصناعة في الحكومة اليمنية الجديدة الدكتور محمد الأشول على أهمية تقديم رسائل إيجابية تعطي الأمل لليمنيين في تشكيل هذه الحكومة، مشيرا إلى جملة من التحديات الماثلة أمامها. وقال الوزير الأشول في حديثه للشرق الأوسط: في الحقيقة التحديات كبيرة على مستوى البلد بأكمله، والحكومة ستكون في مواجهة هذه التحديات، وعليها أن تعمل كفريق واحد، كما أشار إلى ذلك رئيس الوزراء معين عبد الملك، حيث لا بد أن تكون هناك مواجهات عامة وقضايا رئيسية، وهذه هي الركيزة الأساسية والتحدي الأساسي، ومن هذه القضايا الوضع الأمني وتحقيق الاستقرار وملف الحرب والوضع الاقتصادي. في الختام أترككم مع هذا الكاريكاتير.